السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمام القمر والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم عن اليمام الشغال اللي بيبيض وما بيرضاش يرقد على البيض، إيه أسبابه وإيه طرق مثلا العلاج اللي إحنا نخلي اليمام يرقد. دلوقتي الجزء اللي عندك طالما بيض عندك يبقى حاسس بالأمان، حاسس بالاستقرار، طبعا ما بتمسكوش كتير، موفر له كل أساليب الراحة بتاعته، سواء أكل سواء مية سواء محدش بيمسكه، الحاجات دي كلها دي اللي بتخليه يبيض عندك ويشتغل عندك بدل البطن لحد ما تشبع منه يمام. طب ايه بقى اللي يخلي جوز الشغال بيض عندك مرة واتنين مثلا وأمن على البيض، او مثلا بيض عندك وطلع زغليل وبرضك بعدها مرقش على البيض؟ لازم يكون كده ايه ظهر عندك سبب. اول حاجة ممكن يكون قام قلة جوع، طبعا عايز ياكل او يشرب، طبعا مش هيعرف يقعد، مش هتهتم يستريح. مكان البيض ممكن يكون فيه، لو في فصل الصيف ممكن يكون فيه مثلا سوس او حشرات بتاكل في جسمه، لو في فصل الشتاء مثلا ممكن يكون قايل مثلا قلة مثلا راحة في المكان، حاجة داخلة عليه مخوفاه، سواء صيف او شتاء ده في حاجة ما تكون حاجة مخوفاه طبعا ما بيرقدش خالص، في حاجة مثلا حد بيخش عليهم كتير، حد ممكن يمسكهم، حد بيقومه من على البيض كتير، الحاجات دي كلها برضك ايه ما بتخليش اليمام يستقر مثلا او يرقد على البيض بتاعه. طبعا الاغلبية في اليمام اللي بيبيض اول مرة او تاني مرة وما يرقدش على البيض ده بيبقى مثلا لسه جاي المكان بتاعك جديد، طبعا اول ما يبيض او حاجة انت مثلا بتخش عليه بتبص على البيض مبسوط بيه، كل شوية تشيل من على البيض، عايز زغليل، عايز تشوف مش عارف اعمل ايه، البيض كبس ولا مكبس، الحاجات دي كلها بتقوم من على البيض ده اذا كان اول مرة يشتغل عندك او بيض مرة او اتنين ده عندك، ده وارد. او مثلا ممكن تكون بيضة بيض شبع او اي حاجة ممكن ايه مترقدش عندك، الظاهرة دي بتاعت ايه اول مرة. لكن لما يكون مطلع عندك مرة واتنين وتلاقي امن على البيض دي على طول تحتسبها المشاكل العادية اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، في مثلا حشرات وهي رقدة، في حد بيخوفهم كل شوية تقوم من على البيض انت تمسكها، كل شوية تكون جعانة، تكون انت بعد ما باضت اتشقفت ضعيفة، مثلا في مشكلة مثلا في النتاء نفسها مش عايز ترقد على البيض، الحاجات دي كلها دي طبعا واردة ولازم كلنا برضك نخلي بالنا منها. وما ينفعش الحاجة اللي هي بترقد على البيض تبيض وما ترقدش على البيض، لو ما توفرتش المشاكل دي كلها عندك يبقى المشكلة بتبقى ابن تايم كده، خلاص كده النتاية بتبقى مثلا عايزة تغير المكان ما باظتش ولا حاجة، ممكن تكون عايزة تغير المكان مش مستريحة له، او ممكن تكون هي مثلا ايه ضعيفة. فاحنا لازم ناخد بالنا يا جماعة من قصة اللي هي مثلا فقست عندك مرة او فقست عندك مرتين، نبتدي ايه نحل المشكلة على طول بحيث ان احنا ايه نقدر نعالجها. بس في حاجة تانية دلوقتي برضك ان تا مثلا باضت ورقدت وجات على قرب ما هي تفقس ما رضيتش تقعد على البيض، ممكن الذكر يكمل او ما يكملش؟ لا الذكر طبعا بيبقى ليه حدود كده في الرقود او الحاجات، وتلاقيه الذكر سواء بيطلعها زغليل او بيض بيمل طبعا، ما بيلاقيش النتاية تبدل معاه او نتاية مش موجودة فبيبتدي ايه يقوم، الا نادرا اول ما تلاقي ايه ذكر مثلا حنين او ذكر كويس تلاقيه مثلا كمل مسيرة النتاية، اذا كانت طارت مثلا يرقد مكانها او ياكل زغل مكانها، او مثلا ماتت يرقد مكانها او ياكل مكانها، مفيش مشكلة في دي. بس يعني الاكتر حاجة يعني الذكر بيبقى ملوش ايه زي ما بيقولوا طول البال كده، يقعد على مثلا البيض يرد عليه على طول او كده، دي على طول المشكلة دي بتبقى ايه عيب نتاية، تبقى كده النتاية ايه خلاص كده، اما تغير المكان، اما انت زهقان منها عايز تغيرها، اما اول حاجة برضك تبص على حاجة اكيدة اللي هي ايه تبيض، اللي هي مثلا لما ذكرني اللي مثلا تغير لها المكان او ضعيفة، برضه لما تكون ضعيفة او في اي حاجة بتبقى عايزة تقوم طبعا من على البيض وعايزة تاكل، وتلاقي مثلا كشت شوية او كمشنة شوية، لو سليمة بقى او حاجة انت بقى ايه شوف الاسباب اللي عندك. ماشي يا جماعة.
طبعا لو في لا قدر الله ظاهرة عندكم ظهرت او اي حاجة برضك قولولي، ما شاء الله هقول لكم مثلا تعملوا ايه او كده، وقول لي المشكلة ايه الظاهرة عندك. من البس الجوز ماشي يا جماعة. طب النتاية رقدت وتمام التمام مفيش اي مشكلة، ايه المشكلة بقى اما تكون تطلع البيض ومترضاش ترقد؟ طبعا دي لو ما ترضاش ترقد او في اي حاجة دي برضك مشكلة نتاية. معلش كنت بنقل بس جوز زمان. نرجع لموضوعنا، فلو النتاية ما اكلتش او في اي حاجة يبقى دي عيب نتاية ولازم ايه تتغير على طول. ماشي يا جماعة. طبعا عندنا حالات تزوج دلوقتي، المجموعة اللي كانت شغالة في الكرة بتاخد نطفة، فكل ما اشوف دخل ونتاية زايفين على بعض او عايز يكسر عليها زي مثلا الجوز ده باين لهم على طول، بحيث ان انا ايه افصلهم. ودول طبعا ما شاء الله تبارك الله الجوز ده خلاص قرب التحصي، عمال اتظبط في عشها دلوقتي والظفر واقف على عشها اهو، لو رمينا لها شوية قش كده طبعا القش ده يا جماعة حاجة يعني حاجة أساسية عند اليمام، تحننه بسرعة على البيض مثلا تجيبه وتحطه وتحس اللي هي بقى ايه تقعد تلم فيه وتظبط فيه بحيث اللي هي ايه خلاص يعني ده عشها تظبط فيه، يعني سحر 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 يعني يخلوهم لو مش بيفكروش في البيض اصلا هيفكروا يبيضوا. دي يعني على تجربة وعملت فيديوهات كتيرة ووريتكم حاجات كتيرة بسبب القش ده بيحنن اي انت عايز بيض او اي جوز عايز بيض. فاحنا يا جماعه لا غنى برضك عن القش ده خالص في عندك في البيت، سواء بقى برسيم ناشف سواء خوص سواء مثلا قش اصفر بتاع السباكين ده تلاقي عند السباكين، الحاجات دي كلها طبعا لها عامل اساسي عند اليمام. بصوا يا جماعه هتبتدي بقى ترتب، وان شاء الله اول ما تبيض اول بضايه ان شاء الله هصورها لكم ونوريكم القش وحلاوته برضه. في اي سؤال في اي حاجه برضك تقولي في تعليق برضك، حسبت رقم الفون واتس برضك هنظبط مع بعضينا، وان شاء الله ايه كل اللي عنده مشكله ان شاء الله ايه نقدر نحلها. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.